السلام عليكم. تواصل فئامنا الجزائريين إثارة الجدل بسبب المباراة التي جمعت بين محاربي الصحراء والأسود غير المروضة، وانتهت بتأهل المنتخب الكاميروني على حساب الخضر، والتي حمل البعض مسؤولية الهزيمة الحكم الغامبي باكاري قاسما. ويستمر هوسم تأهل المنتخب الجزائري لمونديال قطر لدى البعض، بالرغم من أن المنتخب الكاميروني وطأ الأراضي القطرية للمشاركة في منافسة كأس العالم. وفي حادثة تعد أغرب من نوعها، تم توقيف مشجعة جزائرية بسبب الحكم قاسما الذي يرى البعض بأنه كان سببا في إقصاء منتخب الجزائر. ويتعلق الأمر بصوفيا بن لمان معروفة بإثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتنقلت صوفيا بن لمان إلى غامبيا بصفة شخصية، ووثقت مغامراتها في البحث عن قاسما بفيديوهات نشرتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومن أجل وصولي عفوا إلى قاسما، زارت بن لمان مقر اتحاد غامبيا لكرة القدم من أجل الوصول إلى هذا الأخير بطرق قانونية على حد قولها. وكان الفيديو الذي نشرته بن لمان داخل مقر الهيئة الرياضية غامبيا آخر فيديو تنشره بن لمان عبر صفحته على فيسبوك، قبل أن تتحدث موقع إعلامي عن إيقاف هذه الأخيرة من طرف الأمن الغامبي. وقال موقع فوناك فوتبول الرياضي إن مشجعة الخضر أخذت القصة على محمل جد، توجهت إلى غامبيا لمواجهة قاسما لتكلف هذه الخطوة غاليا بعد أن وجدت نفسها موقوفة. وانتشر تسجيل صوتي نسب إلى بن لمان قالت فيه إنها حاليا محبوسة في غامبيا ولا تستطيع مغادرتها. وأوضحت المتحدثة في تسجيل صوت منسوب إليها أنها زارت غامبيا كسائحة وسلمت فرصة لمقابلة رئيس اتحاد غامبيا لكرة القدم الذي استقبلها أحسن استقبال في البداية قبل أن يغضب ويشرع في الصراخ بعد أن سألته إذا كان بإمكانها مقابلة الحكم قاسما. وأضافت بعدها هممت بالرحيل بسرعة لأنني خفت منه، إلا أنهم طلبوا منها التوقف واتصلوا بالشرطة التي أوقفتها عندهم، والآن هي في إنتربول. وقالت المتحدثة أن مرتاحة نفسيا لأنهم عاملوني بحسن استقبال، مضيفة أنها أعلمت السلطات الجزائرية بخبر إيقافها عن طريق ابنتها. وباستثناء تسجيل الصوت المنسوب إليها لم تؤكد صوفيا بن لمان بصفة شخصية اعتقالها بسبب الحكم قاسما.